صوتية يا عثمان. والله اليوم لا والله اليوم طيب بتبتل. الصوت بعد إذنكم عبد الله إيش حالك؟ مساك بخير. كيف النفسية بعد زيارة أخوك؟ والله أبشرك الأمور طيبة الحمد لله. مستانسي مستقبلا تنصح ببرامج الواقع ولا لا أمانة؟ اي والله أنصح إنه يشارك. هي بالعكس هي برامج ناجحة وأنصح إنه يشارك فيها لا هو ولا غير. طيب الورقة أين هي؟ أنا دورتها في جيوبي دورتها في ملابس. أيوة في محل أنا دخلوني الشباب قبل ما أدخل كان سمحتني أروح أشوف في المحل ذا وأجيك فالله يطول عمرك وإن كانك ما سمحت لي فالله يطول عمرك كله أنا ما معنا لا مالك منا لدى. ليش ما دورت لها قبل براين؟ دورت لها كل وقت ما أساعده ما أسمح لك تخرج. وإذا ما مهم معي إيش بصير؟ بتكمل معي الرحلة بكل حب. والله ما أكمل وأنا أخو محمد. عبد الله الكيرعاني عند ألعاب خفة طلع لي حمامة تقدر؟ الله يسعدك. الله يديم الابتسامة يا عبد الله. تستعمله ولا لا؟ أستعمله طبعا. والله ليش تعمل لو تكفى باك تمتع الركاب. لا والله لك وجه باك تمتع الركاب والله يسعد الوجه ابو سعد. شكرا لك يا عبد الله سعد خوفني يوم طلع من يده. يا زينك ابو شاي الله يسعدك. طيب عبد الله بيستعمل الشيك وسلم لي